أما إذا كانت من الغنم فعن أهل كل بيت شاة، الرجل عنه وعن أهل بيته شاة. وراح نزيد تدخلوا في واحد الخلاف وما تخرجوش منه، وانا عايش عند بابا وكيف بابا شات وانا شات، انتم عايشين في دار، باباك هو رب الدار، انتك عايش عنده خلاص. اذا راك عايش في دار ومفصول على الوالد نتاعك، انت شات والدك شات، انت الان معاه، القدره نتاعكم وحده، شاتك هي شات ابيك، وقالك نعطي البابا سمعنا اشتركنا، انت تشارك باباك انت، وما تحشمش تقول نشارك بابا، واش شارك بابا انت، انت ودنيتك ومالك والجزائر اللي راهي فوق ظهرك هذو كاع تاع باباك، انت ما عندك شيء، فانت ومالك، انت ومالك لابيك، روح رفدهم ديرهم في ظرف، وما نعرفوش كلمه الظرف وشنو هو، ديرهم في انفلوب، كمسهم مليح وربطهم بلاستيك، قولوا الحاج هذو مانيش عارف انا ربما عيد ولا حاجه، ولا هو مصلي كل بيت، الرجل عن اهل بيته يشتري الاضحيه وقرب لله وطاعه، ولا يجوز فيها العوراء البين عورها، عمياء عمياء البين عورها، ولا العرجاء البين عرجها، ولا النحيفه المريضه، ولا الكثيرة التي لا تنقي، هذيك الميتة خلاص عظام هيبانه، بالله عليك هل تتقرب إلى الله بهذا؟